مريم يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. صباحكم. طبعا نحب نحكي اول شيء صباح الخير لتلفزيون فلسطين، واكيد يعني ما بننسى مشاهدينا الاعزاء، بنحكي لهم يا صباح الخير. يا صباح الفل واهلا وسهلا فيكي معنا. بدنا نحكي بالبدايه، بدك تعرفينا عن حالك. طبعا انا هي التي اذا امسكت يمناي احرفا حاكت بها ثوب الموشع. وهذا الثوب اللي انت لابستيه؟ نعم، انا لا اخط حروفا بل رياضا، قد اينعت ازهارا. الفن هو الابداع، هو النفس الذي اشهقه واذفره. طبعا انا حيث ولد الفن والابداع ولدت. انا الطالبه ريم وليد مفيد الشيخ ابراهيم من بلده كفر راعي قضاء جنين، ادرس في مدرسه بنات كفر راعي الثانويه تابعه لمديريه التربيه وتعليم كباطيه. نعم. الفرع طبعا في الصف الحادي عشر في الفرع الادبي. يعني بالحقيقه ريم ثقه عاليه بالنفس، انه الانسان دائما يبدا بانا، لانه الانا هي كلمه كبيره جدا. نعم. وشعور كبير جدا، يجب دائما ان نكون مدركين معنى الانا. ولكن انا مبسوطه فيك بوجودك، مبسوطه بهذا الثوب الفلسطيني اللي بجسد قديش احنا مهم نكون محافظين على تراثنا. يعني انت زهره مزينه بهذا الثوب، ولكن خلينا نتحدث عن موهبتك، احكي لنا كيف بداتي بالرسم. طبعا الخط العربي هو لسان يدي وبهجه ضميري وسلاح فكري وأنسي وترجماني وابتسامة الدنيا لي. بداية الخط العربي، طبعا لم نكن نعلم بأن الخط العربي هو عبارة عن فن وعلم يأسر قلب المتعلمين له، حتى كنت أنه هو علم، أنه هو دواء للروح والجسد. حتى أن أصبح المتعلمين يعرفون هذا جيدا. بدايتي للخط كانت هي من مسيرتي التعليمية في مدرستي. لما كنت في الصف العاشر عملت وسيلة تعليمية للغة العربية. فموهبتي في الخط العربي لفتت معلمتي، كانت فيها كتابة لأسماء شعراء، فلأجل الصدفة تمت لي إعلان عن مسابقة في بلدنا فشاركت فيها وجبت فيها المركز الأول. جميل. طبعا بعدها تطورت الامور لحتى شاركت في مسابقه على مستوى تربيه كباطيه، فحصلت على المركز الاول فيها وتاهلت يعني ان اتنافس على مستوى الوزاره. فحصلت على المركز الاول. بدنا نحكي انت عندك موهبه رسم وموهبه الخط العربي، وكمان شاركتي في العديد من المسابقات، صحيح؟ لو تحكي لنا عن هاي المسابقات على المستوى المحلي، وايش اخذتي جوائز؟ طبعا مثل ما حكيت حصلت على المركز الاول في الخط العربي على مستوى اللي هي مديريه التربيه والتعليم كباطيه، وعلى مستوى الوزاره، وحصلت على اللي هي فزت في مسابقه تصميم شعار اسبوع المرور العربي على المستوى الثاني على في الوطن. وكمان حصلت على المركز الرابع في مسابقه كنوز فلسطينيه على مستوى مديريه التربيه والتعليم كباطيه. طيب انا لفت نظري انه انت بداتي يعني باكتشاف خطك او الخط العربي او قدرتك على الكتابه بالخط العربي بالصف العاشر. هي كانت عندي الموهبه، ولكن كان بدها تطوير وشغل. هسه هو الفن الخط العربي هو علم واسع، له قواعد وله اسس. طبعا انا ما كنت اعرف فيها شيء، فلما انا اخذت دوره كانت مع استاذ قاسم سرطاوي، طبعا تعلمت هاي القواعد والحروف، وبالتالي تطورت موهبتي وصرت احسن. جميل. بدنا نحكي عن الرسم وأهمية الرسم في قضيتنا. أكيد كل حدا بطريقته بيعبر أو بيقاوم في طريقته، فأنت عن طريق الرسم، وكمان بتشاركي في العديد من النشاطات الفنية على مستوى المدارس وغيرها، صحيح؟ احكي لنا عن أكثر. صحيح. طبعا إحنا كونا كفلسطينيين وكون واقعنا الفلسطيني، طبعا لازم نستغل موهبتنا في تجسيد الواقع الفلسطيني، ونبين للعالم معاناة الشعب الفلسطيني وشو بيمر فيه. يعني كمقاومة إحنا نستغل موهبتنا ان نقاوم فيها. متى اكتشفتي موهبتك بالرسم مريم؟ وايش هي الرسمات اللي بترسميها؟ بترسمي بالوان الزيت؟ ايش هي اللوحات اللي بترسميها؟ صراحة هي موهبه كالخط العربي عندي من وانا صغيره، كنت امارسه كممارسه. الالوان الاكريليك، خشب، مائيه وزيت. احنا طبعا شايفين على الشاشه مع المشاهدين احدى رسوماتك، هاي الرسمه واضح انها ايضا بتجسد شيء له علاقه بالقضيه الفلسطينيه والثوب الفلسطيني والمراه الفلسطينيه. احكي لنا اكثر عن الرسومات اللي بترسميها. هي جمعت العديد من العناصر. طبعا اذا بنطلع على اللوحه بنلاقي اللي هي العنصر الثقافي، مثل الشاعر محمود درويش. ومعروف عن الشاعر محمود درويش انه دائما شعره مقاومه.
وطبعا اللي هي دائما بنحكي انه شجره الزيتون شيء اساسي في 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 وطننا. نعم صحيح. فجمعنا هاي العناصر كلياتها مع طبعا الامراه في الثوب الفلسطيني شيء اساسي. وكمان في البنت الصغيرة مع شقائق النعمان اللي بتدل على تراثنا وكل شيء، واهم شيء ما بننسى اللي هي نقبة الصخرة. جميل. بدنا نحكي هاي اللوحة بايش رسمتيها، باي الوان؟ الوان الاكريليك. الاكريليك اللي هي السائل اللي بتكون. ريم، اخذتي جائزة في مسابقة رسم جدارية كنوز فلسطين على مستوى المديرية، ايش هي الجدارية اللي رسمتيها وايش الرسالة اللي وصلتيها من خلال هاي الجدارية؟ الجدارية اللي تم عرضها قبل هاي كانت على جدار. هي جمعة مثل ما حكينا انه احنا بنوصل رسالتنا عن طريق الرسم. فجمعت هي عناصر الثقافة والعناصر الوطنية، الأماكن الدينية المقدسة كلاتها في، وكمان ما ننسى الطفل يعني بتعبر عن الطفولة. نحكي كمان أنه أنت فزتي في تصميم شعار الشرطة للمرور لعام 2022 على مستوى الوطن زي ما حكيتي لنا. التصميم هذا كيف كان شعورك لما أنت فزتي في هذا التصميم أو عملتي للشرطة؟ صراحة حاولت أني أطلع فكرة تكون معبرة، يعني أنه جمعت العناصر بطريقة صحيحة. فما كنتش متوقع ان انا صراحه احصل على المركز، فلما حكوا لي انه انا فزت على مستوى الوطن يعني انتفاجأت. يعني انا حكيت خليني اجرب حظي، لما صممت وعطيت الفكره اول شيء نسقت الفكره بعدين طبقت. نعم اكيد كان شعور حلو. نعم صحيح. طالبة بالصف الحادي عشر الأدبي، ريم احكي لنا شوي عن حياتك الدراسية، ايش بتحب تصيري لما تكبري، وكمان كيف أدائك الدراسي، تحصيلك، تنظيمك لوقتك ما بين الرسم والخط والدراسة؟ طبعا أنا حكيت عن إنجازاتي ومسابقاتي مع التربية والوزارة، بس نسيت أن أحكي عن عدا إنجازاتي المنهجية واللامنهجية في الخط العربي داخل أسوار المدرسة. طبعا كان لي دور كبير، فكتبت، أجت علي فترة كنت أكتب اللي هي أسماء الطالبات على شهادة التقدير في المدرسة. كانت أي عمل داخل المدرسة بخص المدرسة، أي إشي رسمي أكون أنا موجودة. وتحصيلك الدراسي كيف؟ أنا هذا رسالت عنه. تحصيل الدراسي لا منيح إن شاء الله، دائما متفوقة، دائما يعني علاماتي منيحة كويسة. في تنظيم للوقت، الإنسان ما دام منظم وقته ف يعني ممكن إني ينجح. يعني على المستوى الأكاديمي أمورك بتسلي. طب بدنا نحكي عن إيش أنت حابة تصيري لما تتخرج إن شاء الله؟ أنا مجالي صراحة ناوي أدخل لغات، يعني مجال بعيد عن الفن. الفن ما أخذته إشي يعني ثانوي في حياتي، إني إشي أمارسه كهواية أستمتع فيه. يعني الوقت الفراغ، إني أروح أستغل وقت الفراغ بإشي مفيد مثلا. طيب خلينا كمان نحكي عن عيلتك، بيتك، كيف بدعموك أهلك، مين ساعدك في تنمية موهبتك وهي القدرة؟ طبعا كمان الرسم يحتاج لتفرغ ويحتاج لدعم، وأحكي لنا عن دعم الأسرة والمدرسة لإلك. طبعا أنا بدي أحكي إنه أنا هون أولا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا اللي بدعم عيلتي بالذات أبوي وأمي، وما بنسى معلمتي ست نداء، معلمتي اللغة العربية كثير دعمتني في هذا الموضوع. لها كل التحية أكيد. ومديرة مدرستي اللي هي ست سناء زكارنة، ومدير اللي هي عام تربية وتعليم قباطي الأستاذ أحمد جرار، عمل لفتة كثير حلوة، أجا زارنا على المدرسة وشاف أعمالي كلهن وقدم لي الدعم، حكى لي إذا بتحتاجي أي شيء أنا موجود. وكمان اللي هي رئيس قسم الأنشطة الطلابية في مدرسة التربية والتعليم قباطية الأستاذ حسين الأعرج. وحسن اكيد القائمه تطول، بس كمان نحكي عن ماما وبابا. نعم صحيح. عن الاهل، عن طبعا كثير صراحه يعني ما في بعد الاهل في الدعم وتقديم يعني كانوا قدموا لي وقت فراغ كثير اني استغل هذا الوقت في تنميه ذاتي وتطوير موهبتي. اكيد كانوا يوفروا لي كل المستلزمات. بالضبط، المستلزمات، الخط، الادوات وكل شيء، كانوا هم يتكفلوا بهي الامور كلها، بس المهم انه انا اطلع بنتيجه حلوه. لو بدنا نحكي كملي. وبدي اقدم كمان رساله شكر لشريك حياتي ورفيق دربي في كل خطوه، ومتاكده انه هو حيكون معي وداعم وسند لي في كل خطوه نجاح له، اللي هو خطيبه. اوكي، يعني ان شاء الله الله بهنيكم. ان شاء الله يا رب. الف مبروك لك ريم، وبالتاكيد بنتمنى نشوفك احلى عروسه يعني، وبالتاكيد بنتمنى قبل ما نشوفك عروسه نشوفك حصلتي على معدل عالي في الثانويه العامه وحققتي حلمك بدراسه اللغات.
ان شاء الله يا رب. كل التوفيق لكم، نتمنى لك دائما النجاح ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا اذا نستكمل معكم في محطات فلسطين هذا الصباح، وبتاكيد هذا تذكير بانه اي شخص عنده موهبه